معنا تليفون الدكتور انيس. الو. وي مرحبا سي انس. عسلامة دكتور. لاباس. مرحبا بك يعيشك يفضلك. الحمد لله. بربي حبيت احكي في الموضوع نتاع المدارس الخاصه اللي حكيت عليه المدام قبيله. اللي حكيت فيه المدام. اي اي شو الساعه الاولى خذينا المدارس الخاصه البطاح، الثانيه معناتها الاجابه الزوز معناها. اي بون ما تبعتش حكايه البطاح، ما يسالش ناخذ في المدارس الخاصه. انا اللي ما عجبنيش سورتو فيها نفس هي الاجابه نتاعك، حبيت نعقب عليها. اي مرحبا. والكونكلوجيون اللي ختمت بها اللي تونس معناها بتقارن فيها بامريكا، وبجاء الوقت اللي عنده فلوس يقرا واللي ما عندوش فلوس ما يقراش ولا يمشي للتكييف. لا ما قلت ولا يعمل حاجه اخرى. سي دكتور دكتور ما قلت جاء الوقت، قلت العالم هكا مبني هكا. لا العالم مش هكاك، العالم مش هكاك. الاكزامبل نتاع امريكا سي با ان اكزامبل ا سويفر. علاش؟ على خاطر يا با كومباري مع امريكا. هذه حاجه كان باش نمشيو السيستم تاع امريكا، زاد اللي عنده فلوس يداوي واللي ما عندوش فلوس يموت. دونك سي با لا لوجيك اللي لازمنا نتبعوها. في بلادنا تبدلت الامور من اوباما كير. لا لا مش اوباما كير، هذاك كل واحد. لا لا كان باش نمشيو في الريزونمون هذايا، راهو كلام خطير برشا. التصليح نتاع المنظومه العموميه في تونس يلزمها تكون سياسه نتاع دوله. وقت اللي السياسه نتاعنا تمشي في الخوصه والبريفاتيزاسيون، هذاك هو اللي يهلك السيكتور. سامحني، هل سياسه الدوله ماشيه في الخوصه هكا معناتها تضرك؟ بالطبيعه. وقت اللي انت تشوف المدارس الخاصه طالعه كي الفقاع، وقت اللي ولا مشروع معناها اللي حك راسك واعمل مشروع نتاع ايكول بريفي باش تربح منه الفلوس. شكون خلاه؟ شكون عطاه ليسونس؟ شكون عطاه الكريديات؟ شو سي منير ميسير خنت فيها على معك، خنت فيها على معك. سي أنيس سامحني سي أنيس. ظهر لي المتسلم بعد به سي أنيس. اسمعني سي أنيس. اسمعني دكتور. راهو ضعف التعليم، المؤسسات التعليمية اليوم في تونس ماهوش أنا حسب رأيي ماهوش مرتبط بالتعليم الخاص، مرتبط بتدهور التعليم في تونس، تدهور البنية التحتية. وشنو اللي خلى تدهور البنية التحتية؟ ما فهمش فلوس. لا لا ما فهمش فلوس. علاش؟ عليه ما فهمش. شنو اللي خلاه التدهور هذاك؟ خاطر الاقتصاد البلاد ماشي وطايح. مش على خاطر الاقتصاد البلاد، على خاطر العباد ولقاو بديل في ليزيكول بريفي، دونك ولاو يخرجوا ولادهم ليزيكول بريفي. دونك اوتوماتيكمون انا سامحني كي انا ولد ليتاتيك، قريت مع ولد الوزير، وقريت مع ولاد المسؤولين، وقريت مع معناها وقت اللي النخبه نتاع البلاد تلتفت للسيكتور بيبليك وتقري ولادها في السيكتور بيبليك، تو اوتوماتيكمون تو يتصلح. فهمتك ليه؟ اي ما بيش اقول كانت في موضوع. فهمتني انت كان ولد الوزير يقرا في مدرسه عموميه، تو حدا يتخلقوا لي فون باش تحسن السيكتور بيبليك. هذيك سي لاباز. دكتور خلينا ناخذ نقطة أخرى مثلا. أيوة. اللي حكيت عليها المرأة اللي نهار أيوة. كامل وما يجيوش وما يقراوش وإضرابات، فهمتني؟ هل هذا معناتها معناتها التعليم الخاص عنده فيه دخل؟ لا سامحني سامحني الإضرابات والاتحاد ولا ما ضرب مالادي معناتها قداش معناتها حش حبيت أقول وأنه كل واحد يلعب دوره، التعليم الخاص يلعب دوره. ماذا بينا عنا تعليم خاص متميز وماذا بينا عنا تعليم عمومي متميز؟ كيفاش تعمل تعليم عمومي متميز وقت اللي انت تشجع المدارس الخاصة باش تطلع؟ حتى كان جاو يعطيو النيفو بون مانيش باش نعمم. يا اخي يا اخي نمنعوا الناس باش تستثمر في التعليم هكا معناها؟ بيان سور نمنعهم انا باش تستثمر في التعليم. انا مانيش موافقك. انت جبت على بورقيبة يا اخي. بورقيبة هو اللي جاب التعليم الخاص، هو جاب عمم التعليم على العباد كيما الزوالي كيما اللي ما كاين لا عندي فلوس. صحيح صحيح. توا تنقلب. اي يا اخي ما فماش تعليم خاص وقت بورقيبه. اللي عنده فلوس يقري صغار واللي ما عندوش. نعم دكتور فماش تعليم خاص وقت بورقيبه؟ وقت بورقيبه تعليم خاص. اي ثم يكون وحده متعامل تقبل تعليم مش وقت بورقيبه. لا 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 وقت لا لا سامحني انا قريت وقت بورقيبه وقريت تعليم خاص. اي تعليم خاص وقتها اللي تريزيرفي لشكون سامحني؟ لا معناتها فما مدارس برشا في العاصمة برك. لا التعليم الخاص على الأقل نعرف أنا اللي نتفكرهم خمسة ستة مدارس خاصة. جاوبني على سؤالي أنا. التعليم الخاص التعليم أي. الخاص دو مونتون أنا نحكي. أنا جو سوي ناي أون 80 دونك جي لا كارونتين. دو مونتون التعليم الخاص إلي تي ريزيرفي لشكون؟ ريزيرفي للناس الكل؟ لا
لا لا سامحني معناتها نتفكر انا نتفكر الخلاص 14 دينار في الشهر. شكون يقرا في الليبر قبل؟ ليه ليه نحكيو على الابتدائي مش على الثانوي. ليه ليه نحكيو على الابتدائي؟ على به على الابتدائي بون دي زيكول سبيشال هذوك فرونسيز واحد يمكن. لا مش فرونسيز ما فما تعليم خاص كان قبل وقت بورقيبه مش حتى بن علي. شوف كونكلوزيون بالنسبه لي انا كيفاش قالوا الريزونمون نتاع نوليو نوليو كي امريكا واللي عنده فلوس يقرا واللي ما عندوش ما يقراش. مو صحيح ما هو صحيح ما قلتش الكلام هذا يا دكتور. هذاك الكلام اللي سمعته. لا لا ما قلتش لا ما قلتش اللي حبيت نقوله نقوله وانه خاطر ما انا منحب عندي تعليم في البلاد هذه تعليم عمومي متميز واللي حاب يقري ولده في الخاص واللي حاب يستثمر في الخاص يستثمر في الخاص ويقري ولده في الخاص. لكن انا نعطيك سوليسيون كيفاش يصلح التعليم العمومي. تصلحوا وحده بقطع النظر عن العوامل الخارجيه الاخرى. شنو العوامل الخارجيه الاخرى؟ معناتها ما تجيش تقول لي ناحيه التعليم الخاص باش انا نقري ولدي في العمومي. انا وقت اللي نشوف النخبه نتاع البلاد قري في صغارها في البريفي اوتوماتيكمون عندي انا العمومي ماشي للاندثار. الحل هو نحسنه في العمومي دكتور يضر. كيفاش تحسنوا العمومي؟ نحسنوا العمومي خي الدوله هي اللي عندها التعليم العمومي. الدوله شكون شادها وقت اللي ولاد المسؤولين بتاع الدوله يقراوا في البريفي هما بيدهم مش كونفانكو بالتعليم العمومي. يظل ولاد المسؤولين دوله يقراوا برا ما يخرجوش حتى في تونس. هي لا معناها فهمت شنو اللي خلى العمومي يطيح مش وحده وحده طاح راه. فهمتك رايك ونحترمه بالطبيعه رايك ونحترمه. الشعب كوليكتيف اللي العمومي ما يقاومه كان الشعب وخاصه النخبه نتاعو. انا وقت اللي ولد الطبيب ولد الوزير ولد المسؤول ولد كذا يرجعوا للعمومي وحتى راهو العمومي راهو حتى في الطبقيه تتنحى. المجتمع نتاعنا ماشي في طبقيه راهي مهوله راهو نتاع معناها انت دكتور في شنو سامحني دكتور انيس. كيفاش؟ انت دكتور طبيب معناتها؟ اي طبيب اي. في مستشفى خاص ولا عمومي؟ انا في مستشفى خاص. في مستشفى خاص، اسكو تنجم تقول لي اذا نعملوا فهمتني انالوجي نحيو المستشفيات الخاصه ونخليو التعليم العمومي باش التعليم العمومي يتحسن؟ اي الصحه العموميه تقصد؟ لا لا معنا عندنا الصحه اي الصحه العموميه أي الصحة والصحه الخاصه نحيو الكلينيكات تو تتحسن السبيتارات نجم نقولوا هكا يلزم الكلينيكات اي نجم نقولوا هكاك يا اخي الكلينيكات قاعدين يطلعوا باش بفلوس بكريديات هكا ولا اي مو استثمار هذا بليك شويه مول بيهم السكتور بليك علاش ما تمولش بيهم السكتور بليك الفلوس هذيك معناتها المستشفى الخاص ولا المصحة الخاصة اللي تخدم فيها تفضلوا انها تسكر باش نحسنوا الصحة العمومية. مش تسكر. مالك كيفاش؟ مش تسكر. يلزم الحلان نتاع يلزم البريفيتيزاسيون. انا اسي دو بريفي. إلي طون باش نتلفتوا للسكتور بيبليك نتاعنا. شكرا ليك دكتور نيس. فكره متميزه الحقيقه ولو عندنا بعض الاختلافات انا وياك وتفاعلنا مع بعضنا برشا وهذا ما يثري البرنامج هذا. شكرا ليك دكتور وان شاء الله تتصل بينا ديما.